احنا بجد مفتقدين مسرحيات، واحنا لغايه النهارده بنتفرج على المسرحيات اللي هي برضو كنز انت ورثتيه يعني. فانت أيوة دلوقتي هل دي فكره بقى ان انا هرجع اعمل نفس الخطة كامله بتاعت والدي؟ يعني اتمنى ان انا ابقى يعني حتى ربعه يعني، لان هو طبعا تاريخه في المسرح عظيم يعني ما شاء الله طبعا. وانا المسرح هو اللي حببني انا وايمي في الفن طبعا. يعني احنا واحنا اطفال كانت دي الفعل اللي في المسرح بجد يعني الخميس وجمعه بالنسبه لنا ما بنخرجش اي حاجه غير بنروح المسرح مع بابي، ولما مامي كمان اشتغلت مسرح كنا بنروح معاها. فانا المسرح هو اللي حببني في الفن. فانا من زمان جدا مستنيه الخطوه دي. وبعدين كان كمان الناس عندنا للاسف المنتجين كده بقى لهم فتره طويله مش متحمسين على المسرح في مصر. يعني انا فاكره انه كان حتى بابي في الاخر صح. طول الوقت بيشتغل بس مع استاذ احمد الابياري، كان هو الوحيد اللي حابب يعمل مسرح. وكان بابي متضايق يعني، هو كان من جواه حاسس انه المسرح ده يا جماعه فن المسرح ما ينفعش يبقى كده يعني. لازم يبقى فيه. يمكن بس استاذ اشرف عبد الباقي عمل التجربه بس بتاع مسرح مصر فعمل شويه يعني فرفشه كده يعني للناس، وقدم لنا طبعا نجوم كبار جدا جدا كلنا يعني بنعتز بيهم قوي يعني بصراحة. فدي كانت تجربة حلوة يعني، كانت خطوة منه جميلة قوي. مين بيشاركك البطولة في المسرحية بقى؟ هقولك انا اللي فكرت فيه بقى ان انا عايزة ابتدي يعني اعمل يعني كان حلمة من عندي من زمان. وبعدين كنت طول الوقت بقول انا عايزة اعمل مسرح، عايزة اعمل مسرح، ما بلاقيش حد بيشجعني قوي الا لو هنعمل مسرحية نسافر بيها برا مصر ما تتعرضش هنا. فانا كان بالنسبه لي الكونسبت يعني حاسه ان انا عايزه ابقى بعمل المسرح الطبيعي اللي هو ابتدي المسرحيه هنا في مصر في بلدي الاول الناس تاخد التور بتاعها بالظبط، نعمل تور بقى جميله نروح لاهلنا في الوطن العربي طبعا. كله يعني ان شاء الله. فدي حاجه انا حباها. الوحيد اللي حسيته متحمس جدا معايا محمد احمد السبكي والعيله احمد السبكي كلهم يعني. فلقيتهم حابين الفكره جدا، هم انتاجهم فابتدينا على طول اشتغلنا، جبنا الورق واشتغلنا. واستاذ خالد جلال كان من الناس اللي مرحبه جدا طبعا. جدا فبقى معانا ومعانا او اكتشلي انا اللي معاه يعني كبطل استاذ بيومي فؤاد. يا الله من الناس حلوه قوي يعني الجميله جدا 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 في الشغل، وانا اشتغلت معاه بقى طبعا يعني حاجات كتير. كل حاجة أنا عملتها تقريبا هو كان فيها. فبس هو هنا على المسرح بقى يعني إن شاء الله بإذن الله يعني بإذن الله هيعجبكم جدا، لأن هو ما شاء الله بتاع مسرح أصلا طبعا. هو اتخلق عشان المسرح. طب دنيا الناس كانت بتخاف مش بتخاف وبتموت طبعا انها تبقى واقفه قدام الفنان سمير غانم عشان هو بيسكوتش يعني. هو كان حلم من حياتي طبعا بس الحمد لله. لا بس يعني الفكره ان هو لو وقفت قدامه بيسكوتش هو قطر وهيفضل افيهات هنروح بقى لحد بعد بكره وبنموت كلنا. يا حبيبي الحقيقه ان الصفه دي موجوده في بيومي فؤاد ما بيسكوتش. أيوة برضو ايوه ده حقيقي. لا هو بس واقف قدام دنيا سمير غانم بتعمليها ازاي بقى؟ بصي هقول لك، هو انا بالنسبه لي كان بابي من الاحلام حياتي ان انا اشتغل مصري. يمكن انا قلت الكلام ده في كذا انترفيو يعني بس يعني خلاص ما فيش نصيب. لكن في المسرح انا يعني حاسه ان انا بتعلم يعني او بطلع حاجه جوايا هي موجوده بس انا مش لسه ما طلعتهاش، وحاسه ان انا بتعلم ستايل تمثيل جديد فاهمه، لانه المسرح غير التصوير خالص والسينما والتلفزيون وصعب جدا مش سهل خالص. وبعدين طبعا بيومي زي ما قلتي هو من الفنانين اللي ما شاء الله ما شاء الله على طول ذهنه حاضر وعلى طول بيقول حاجات جديده وكل يوم قاعد يقول حاجات جديده حتى في البروفات. فانا دم يعني انا مش ستايلي كده يعني، انا هتلاقيني ملتزم ما اكتر بالسكريبت او يعني ممكن ابقى بجود في البروفا بس ما اعرفش حاسه ان انا هاجي في العرض ابقى بقول زي بالظبط اللي بقوله يعني، لسه مش عارفه نفسي هبقى عامله ازاي. بس بيومي كمان عشان هو عنده خبره في المسرح فهو لا يعني فظيع، انا بقعد اضحك عليه طول البروفا يعني.